السلام عليكم، راح نرجعكم فيديو جديد من مقطع جديد. راح نشرح لكم عن تطبيق كيف نسوي الاسامي، اي اسم بطريقة عالمية، زي اي اسم تعملك، تختار النوم، تختار اي اسم تحبه، تختار تطبيق اسمه يونيكود بات، راح تجدونه في التعليقات. لا فري فاير اخلص. الان راح تريدون اعطيكم عن فري فاير. عندي انا نرجع لتطبيق ممكن اسم تطبيق اكتب في البلاي ستور، تبقوم ايموجي تعمل تكتب اي اسم كما نقول ياسمين رميش انزل تكتب اي حاجة بس وطن ما كتبت اني كتبت اسمي في فري فاير، ولكن كتبت اسمي هكا جليت عملك زينت وزخرفت زخرفت اسمي زيدو هكا كاب وزخرفت بعد عمل كوبي تمشي تدخل لعبة فري فاير ولا اي حاجة وتعمل الانسرتاسيون ولا تنمتون كل شيء ما نادري تعمل فهم. لنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا سبسكرايب، لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، لا تنسوا اشتركوا في القناة.